إعلان الحكومة عن صرف مرتب الموظفين في محافظة تعز لشهر أكتوبر لا يبدو أبعد من مسكنات مرحلية تساعد على استمرار الحياة لمدة بسيطة، لكنها لا تفي بالغرض. هذه مدينة تعز المقاومة الباسلة التي كوفئت على ثباتها وثبات شعبها ومواطنيها الأبطال والأحرار بأن تقطع رواتب أبنائها لمدة ما يقارب عام كامل، وأخيرا وبعد جهد جهيد يستلم الموظفون والمعلمون راتب شهر واحد لا يكفي، لا يمكن أن يشبعهم أياما. تلخص هذه الطوابير الطويلة والزحام الشديد على مراكز الصرف الحالة التي وصل إليها الناس في حياتهم المعيشية، وتفاقم أوضاعهم الصعبة، فالسباق هنا يحتدم منذ ساعات الصباح الأولى للحصول على فرصة أسرع بعد انتظار لأشهر. هذه المحافظة الباسلة الذي تحتضن الشرعية بكل قواها، حيث أن هذه المحافظة لها عام كامل وأكثر لم تستلم رواتب، واليوم نحن أمام مكتب الكريمي مصرف الكريمي لنستلم راتب شهر واحد، ونطالبهم بأن يصرفوا بقية رواتب الموظفين كما وعدوا. نحن مطالبنا معاشات حق مستشفى الثورة. العرقلة هي من قبل الإدارة ومن قبل الحكومة الشرعية الذي تكل بمكيالين. أصحابنا في الصحة استلموا، في التربية استلموا، ما عدا هيئة المستشفى. الله أعلم لماذا. سؤال نوجهه لوزير المالية، لماذا يستقصد مستشفى الثورة في تعز؟ اليوم قفلنا جميع الأقسام المستشفى ما عدا قسم الإسعاف. غدا إذا لم يستجيبوا لمطالبنا سنغلق المستشفى بأكملها. على الجانب الآخر وفي هذا المكان تحديدا، ينفذ موظفو مستشفى الثورة وقفة احتجاجية لعدم دخول هيئة المستشفى وموظفيها في إعلان الصرف لمرتباتهم، مهددين بتوقف الخدمات الطبية والدخول في إضراب عن العمل، وهو ما ينذر بتدهور الأوضاع أكثر ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم. المرتبات الشهرية تشغل حيزا من أحاديث المدينة التي لا تتوقف، وما هذه الوقفة الاحتجاجية إلا واحدة من وقفات كثيرة تشهدها شوارع المدينة بشكل يومي، علها تجد صداها لدى الحكومة التي أشبعتهم وعودا كما يقولون. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.